نصبح عليكم من جديد. افتتحت جلالة الملكة رانيا العبد الله مؤخرا في مركز صحي عين الباشا الشامل عيادة المجتمع الصحي اللي بتعتبر الأولى في المملكة والمنطقة من حيث الخدمات اللي بتقدمها لأفراد المجتمع المحلي. للحديث أكثر عن هالموضوع بصرنا يكون معنا بالاستوديو دكتورة روان بلاشا مسؤولة مشروع عيادة المجتمع الصحي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. كيف حالك؟ تمام دكتورة روان. يعني مشروع المجتمع الصحي هو مشروع وطني تم إطلاقه مؤخرا يعني من السنة الماضية، لكن فعليا تم تنفيذه والعمل فيه من شهر 2 بداية هاي السنة. تمام. كان هو بالتعاون مع وزارة الصحة والجمعية الملكية للتوعية الصحية. قبل ما نحكي عن أي شيء حابين يعني نوضح للسادة المشاهدين إيش هي عيادة مجتمع، شو المقصود فيها عيادة المجتمع وشو بتختلف عنها عن المركز الصحي؟ صباح الخير رندا. أهلا وسهلا. أول شيء عيادة المجتمع الصحي هو إحدى مشاريع الجمعية الملكية للتوعية الصحية. طبعا الجمعية هي إحدى مؤسسات جلالة الملكة رانيا، وهدفنا بالجمعية نشر الوعي الصحي بين أبناء وأفراد المجتمع الأردني. مشروع عيادة المجتمع الصحي هو يطبق بالجمعية بالتعاون مع وزارة الصحة وبيتناسب مع أهداف الجمعية الملكية. الافتتاح كان الأسبوع الماضي، جلالة الملكة رانيا افتتحته، كل الشكر لإلها. مثل ما عودتنا دائما هي بتفتتح المشاريع اللي بتشجع على خدمة المجتمع. وكان يعني هذا المشروع متميز بالخدمات المقدمة فيه. هلأ تم تأسيس العيادة اللي هي عيادة المجتمع الصحي بمركز صحي عين الباشا في المرحلة التجريبية. وهاي العيادة فيها معظم محاور وخدمات تتنوع للمراجعين. في عنا بيكون فيها أخصائية تغذية بتقدم للمراجعين نظام غذائي خاص فيهم، فيها أخصائي نشاط بدني بيعلمنا الرياضة المناسبة للمرضى وكيف يتعاملوا مع مرضهم بطريقة صحيحة، وبيكون فيها طبعا دكتورة العيادة والطاقم التمريضي اللي تم تدريبه في بداية العام على أهم المواضيع الصحية اللي بتتناسب مع الأولويات الوطنية في الأردن. يعني نحن كلنا بنعرف أنه في مواضيع صحية بالأردن مثل الأمراض المزمنة نسبتها كتير عالية. في عنا كمان العيادة بتستهدف مواضيع صحية رح نحكي عنها أكثر، بس بشكل عام العيادة هي محورها ونطاقها مختلف عن العيادات الأخرى. فهي بتهدف أنه المجتمع يصير صحي، مشان هيك اسمها عيادة المجتمع الصحي. طيب عيادة المجتمع الصحي وجدت تحديدا في مركز صحي عين باشا، ليش تم اختيار هذا المركز حتى نبلشوا فيه هذا المشروع؟ طبعا مركز صحي عين الباشا هو اول شيء مركز صحي شامل بيراجعه اعداد كثير كبيره، يعني تقريبا عدد المراجعين فيه شهريا من 10,000 ل 12,000، وهو عدد كثير كبير. وين هو؟ هو مكانه قريب كثير من البقعه، فبيخدم المنطقتين عين الباشا والبقعه، وكمان كثير في الخدمات الشامله، يعني بتلاقي فيه مختبر، بتلاقي فيه عيادات اختصاص مثل طب اسره وما الى ذلك. فمشان هيك بالمرحله التجريبيه تم اختيار المركز الصحي، وطبعا طاقمه وكوادره ممثل بالدكتور جمال الدباس والدكتوره هديل وممرضات ورود وامال كثير متعاونين، ويعني كان في المرحله التجريبيه مناسب جدا الاختيار في هاي المنطقه. طب نحكي شوي عن العياده نفسها، يعني زي ما قلت هي العياده موجوده داخل المركز. تمام. شو الخدمات اللي بتقدمها للمراجعين؟ أول ما بيجي المراجع لعنا بتقعد معه الدكتورة، بتاخذ منه كل البيانات اللازمة فيه، طبعا كل شيء إلكترونيك سوفت وير، فبتم أخذ بياناته بطريقة فاعلة. من خلال هاي البيانات بتم تصنيف المرضى، تصنيف المرضى حسب مرضهم. يعني في عنا مثلا مراجعين عندهم مصابين في المرض، وفي مراجعين معرضين للإصابة في المرض. لأنه نحن بهاي العيادة بنهتم مش بس بعلاج المرضى، كمان بنهتم بالحماية والوقاية بريفنشن من الأمراض اللي ممكن تصيبهم لقدام. بعد ما يتم تصنيف المرضى سواء مثلا سكري، ضغط، أمراض قلب وشرايين، ربو حساسية، صحة إنجابية، صحة سنية، ما إلى ذلك، بصير ريجيمين خاص في المريض حسب التصنيف تاعه. مثلا له خلينا نقول 3 لقاءات مع أخصائية التغذية، مع أخصائي النشاط البدني له لقاءات،
فحوصات دورية أساسا يعني كان في المراكز الصحية، يعني يتواجد المحاور التغذية أو أي شيء تاني هذا مش موجود أساسا في المراكز الصحية، وهون يمكن اللي بتميز في هذه العيادة. تمام. هلأ الإلكترونيك سيستم هو كتير جديد، يعني هو خاص في العيادة وجديد، وكمان يعني أخصائية التغذية قد تكون موجودة في بعض المراكز الصحية الشاملة، ولكن نحن الدور تاعنا مفعل بطريقة مختلفة. يعني أخصائية التغذية بتقعد مع المريض 1-to-1 meeting، بتاخد تكتب له دايت بلان خاص فيه، وبعدين بتم عمل لقاءات جماعية مشان يصير تشجيع، يعني مثلا فقدوا وزن بشجعوا بعض وهيك، يعني كمان النشاط البدني بيكون بشكل جماعي، وفي فحوصات دورية وهذا إشي كتير مهم. يعني المريض له فحص دوري ربع سنوي، بعدين نصف سنوي وما إلى ذلك. طيب خلينا نشوف الصور، يمكن في عنا مجموعة صور هاي المحاضرات اللي يمكن المراجعين بيكونوا موجودين فيها بعيادة الصحي المجتمع الصحي. طيب حدثينا شوي عن هالصور اللي عم نشوفها. أوكي. هلا المحاضرات، في عنا محاضرات تثقيفية اللي هي بتتم بشكل تفاعلي interactive lectures، بنعرض فيها فيديوهات اسمها فيديوهات عائلة أبو سليم. طبعا هاي الفيديوهات بتناول المواضيع الصحية بلغة بسيطة وسهلة للمراجعين، وبتم تثقيفهم بأهم المواضيع الصحية المختلفة. في عنا كمان التغذية والهرم الغذائي، منثقف المرضى بشكل كتير مهم عن الغذاء الصحي تاعهم، وبيكون عندنا في هاي المحاضرات التفاعلية يعني كتير أخذ وعطاء وأسئلة بين المرضى والمراجعين. هاي التدريب في المرحلة الأولى من المشروع تم تدريب الطاقم الطبي والتمريضي على أهم المواضيع الصحية، كان تدريب لمدة 6 أيام من قبل أطباء مختصين في المواضيع الصحية المختلفة، وطبعا كان هدول الأيام تعون التدريب كتير تفاعلية، وتم فيها تحديث البيانات المختلفة الطبية للطاقم الطبي والتمريض. يعني هو عادة الأطباء كم من طبيب وممرض بيكون موجود في هاي العيادة؟ هلأ بالعيادة عندنا دكتورة وممرضتين من مركز صحي عين الباشا. شو تخصص كل طبيب مثلا بيكون موجود بفترة؟ الطبيبة الموجودة دكتورة هديلة السائح هي أخصائية طب مجتمع، ولكن ممكن يكون موجود في هاي العيادة طبيب أسرة أو طبيب طب عام، لأنه إحنا في بداية المشروع بندرب الأطباء على كيف نمط العيادة وكيف البروتوكول تاع العيادة وما إلى ذلك من الأمور. هون يمكن وقت جلالة الملكة رانيا الأسبوع الماضي لما إجت افتتحت المشروع والطاقم التمريضي، وهون كمان المراجعين مع جلالتها نشكرها شكر كتير جزيل. مثلا هون النشاط البدني، النشاط البدني بيتم فيه يعني تدريب المرضى على اتباع أنماط الحياة والسلوكيات الصحية من خلال عمل تمارين، مثلا احنا نسميها تمارين المرونة وهي مهمة، طبعا بتتناسب مع كل مريض، يعني قد يكون المريض عنده عامل عملية قلب مفتوح، بس احنا بنقول له معلش تعال بدنا نعلمك كيف الطريقة المناسبة للرياضة اللي تمارسها، حتى ونحن قاعدين على الكراسي بنحضر تلفزيون بنعلمهم كيف الطريقة المناسبة انه يعملوا الرياضة. يعني هي كلها جلسات تثقيفية وبنفس الوقت زي ما قلتي ممكن تكون تمارين عملية. بالضبط. هاي الجلسة الأسبوع الماضي مع جلالة الملك. لما جلالة الملك إجت افتتحت العيادة يمكن أنتوا كنتوا صلكم من شهر 2 بلشتوا تستقبلوا المراجعين. صح. قديش في ردود فعل من قبل المراجعين؟ هل في أعداد جيدة من المراجعين؟ قديش تفاعلهم مع هذا مع هاي العيادة ومع الفكرة من تواجد هاي العيادة في المركز؟ هلأ إحنا في بداية العيادة صراحة كنا متخوفين نوعا ما، لأنه المريض عادة بيجي على المركز الصحي بياخذ الدواء تاعه يروح، فإحنا عم نقدم له لا نظام شامل يعني. فبس اللي صار معانا إنه أول ما بلشنا استقطاب للمراجعين في العيادة صارت الأعداد تتزايد بشكل كتير كبير، وصاروا يحكوا مع بعض يعني يحدثوا بعض في المنطقة إنه في عيادة جديدة هيك 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 عم تعمل لنا خدمات كتيرة، اللي نزل تدخين من 3 باكيتات لباكيت، اللي صاروا مثلا وزنهم نزل كتير بشكل كتير كبير، فصاروا يحمسوا بعض. فنحن وقفنا استقبال في العيادة ل 211 مراجع في هاي المرحلة التجريبية. كل مراجع
له ملف خاص فيه؟ طبعاً. وأي تجديد بده يصير أو أي تحديث لأي يعني خطوة بتمشوا مع المراجع فيها بتحكوا معه تليفون بتخبروه بأول بأول؟ أكيد نحن على اتصال دائم مع المراجعين قبل كل محاضرة أو كل نشاط أو ما إلى ذلك من الخدمات اللي نقدمها بتم الاتصال بالمريض وتذكيره بموعده. وكمان هاي من الأشياء اللي فرقوها المرضى في العيادة، عيادة المجتمع الصحي. فأكثر من عامل بشجع المراجعين على أنهم يجوا دائما. ونحن طبعا وقفنا الـ 211 في هاي المرحلة لأنها مرحلة تجريبية، يعني إحنا في خلال هدول الأشهر الماضية كنا عم نطور في بروتوكول العيادة وبنعمل له تعديلات بحيث يتناسب بشكل نهائي مع المرحلة التجريبية. طبعا على بداية السنة الجاية إن شاء الله رح نفتح المجال لاستقبال مرضى جداد وأعداد أخرى. طب يعني في نية كمان حتى انه مش بس مركز اللي الان يعني في ممكن تفتحوا مراكز اخرى عيادات مجتمع صحي، يعني هل في نية انكم تفتحوا مثل هيك مشروع في اكثر من المراكز الصحيه؟ لانه يمكن في اعداد كثير كبيره، مناطق كمان كثير من الموجوده من المراكز الصحيه فيها اعداد كثير كبيره من المراجعين بحاجه لمثل هذا المشروع. تمام. تطلعاتنا المستقبلية أنه يتم تعميم المشروع، مشروع عيادة المجتمع الصحي في المراكز الصحية الشاملة اللي تابعة لوزارة الصحة. طبعا في المرحلة الجاي رح نبلش تدريجيا، يعني لأنه نحن عدنا عدد مراكز صحية كتير كبيرة فرح نبلش فيها بشكل تدريجي. وإن شاء الله كمان إشي كتير مهم رح نعمله في المرحلة القادمة، رح نربط بين دور المركز الصحي والمدارس المحيطة بالمنطقة بحيث أنه يصير الدور متكامل، يعني مش بس بالمركز الصحي لا وكمان بالمدارس. فإن شاء الله لقدام. بالنسبة يعني للمستشفيات في نية كمان يفتحوا عيادات مجتمع صحي ولا لا؟ يعني ممكن نحطها على الخطة للمستقبل البعيد، بس في خلال السنة القادمة أكيد رح يكون على المراكز الصحية الشاملة إن شاء الله. كمان كنت حابة أعرف هلأ منك، يمكن ياريت رسالة توجيها لكل اللي حابين إنهم يعرفوا أكثر عن هالموضوع، إنه كيف ممكن يستفيد المراجع، شو الإشي اللي بيستفيد منه من خلال تسجيله في هاي العيادة؟ أكيد يعني أنا رح أحكي من اللي شفته من تجاربنا مع المراجعين. كل المراجعين معنا كانوا كتير مبسوطين لمراجعتهم للعيادة، لأنه مثلا الوزن تاعهم قل كتير فصاروا هم أصلا هيلثي أكتر، وصاروا كمان كتير متجاوبين معنا. مثلا السكر التراكمي، يعني نحن عنا الأرقام لهلأ في المرحلة بتحكي عن حالها، عنا مثلا مرضى السكري 84% نزل عندهم السكر التراكمي وتحسنوا. في عنا الوزن تقريبا 79% من المراجعين نزل وزنهم. الضغط 52%. فالأرقام لحالها مشجعة لحتى يندمجوا وينخرطوا بخدمات العيادة. فمنشجع كل المراجعين إنهم يكملوا التزامهم، وأكيد رح بالمرحلة الجاية زي ما قلنا نستقطب كمان ناس جداد. طب إذا في حالة إنه أحد المراجعين اقترح عليكم فكرة معينة إنه حابب إنكم تبدوا فيها، فمثل هيك حالة مثلا بتاخذوا بعين الاعتبار أي ملاحظات من قبل المراجعين؟ احنا كتير نتقبل المراجعين، يعني منحب انه نكون معهم على تواصل دائم بالخدمات اللي نقدمها. فأي يعني فكرة جديدة، خصوصا اذا بنحكي يمكن كنا حكينا انا وياك دكتورة روان انه في اشخاص بهمهم الصحة من ناحية بشرتهم، من ناحية الاسنان، هل يعني لما بيجوا بيقترحوا عليكم مثلا انه بدنا تعطونا افكار كتير عن موضوع العناية بالبشرة او العناية بالاسنان، برضو بتاخذوا بعين الاعتبار كل هاي الامور؟ اكيد بناخذ ملاحظاتهم وبنحاول ندرجها ببرنامجنا تاع المحاضرات. مثلا العنايه بالاسنان، احنا عندنا محاضرات تثقيفيه عن العنايه بالاسنان للامهات من المشاركين مشان يتم تثقيف الاطفال بالعنايه باسنانهم. ف نعم. احنا بنهايه اللقاء اكيد بنشكرك دكتوره روان وبنتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله نشوف هذا المشروع يطبق في كافه المراكز الصحيه لانه بالفعل ممكن كثير يفيد اكبر فئه من المجتمع ان شاء الله. كل الشكر لك دكتوره روان. شكرا كثير فيكي.